ايه ده؟ والله انت رايق يا ابو فاروق. ايه يا عم الشياكه دي؟ بفكر اشتغل في التلفزيون زيك. اتفضل. ده انا غرقان والله في حاجه، معلش تلاقيني كده مش مركز. في مناظره مع الشيخ فوزي علام، وده راجل مش سهل، لازم الحق اذاكر يعني. تلحق تذاكر كل دول؟ قدامك وقت. وقت مين؟ دي المناظرة بكرة. بص المطبخ أهو، عيش حياتك، أكل شرب زي ما تحب. لا ما أنا مش هعطلك. المهم أنت بس تلحق تلم ال 7000 كتاب دول في الكام ساعة اللي فاضلين. تتريق عليا ولا إيه؟ بقول لك المناظرة دي مهمة جدا. يعني لو خسرت هخسر كل حاجة. لو تخسر ليه؟ يا راجل ده علم، حاجة سهلة كده ملهاش أي 30 لازمة. المهم أنت تسهر شوية زيادة كده، هتبص تلاقي نفسك تمام، هتلاقي نفسك عارف كل حاجة. بص أنا مش عايز إحباط، عندك كلام حلو قوله. عايز تقعد تتفرج على تلفزيون اتفرج، المطبخ أهو زي ما قلت لك. لا يا ابني أنا مش عايز حاجة غير إنك تتليها على عينك. أنا جاي بس عشان أقول لك تليها على عينك وماشي. طب يا سيدي كتر خيرك. شوف حضرتك وراك إيه. قلت لك ماشي بقى، تقل أدبك ليه؟ بس هيجي من فين الأدب؟ أصل عشان تدرس وتتعلم محتاج 30 سنة على الأقل. بس مش مهم، مش مهم، المهم ما تخسرش. ها؟ اوعى تخسر يا فاروق، بالفهلاوه بالسرقه بالدراع ما تخسرش. ما تخسرش. باي.